أهلا بكم من جديد. انتقد تقرير الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في مصر استمرار الحبس الاحتياطي دون محاكمة، وقال التقرير إن الحكومة المصرية لم تقدم أرقاما حول إجمالي عدد المحتجزين من دون محاكمة. وأشار التقرير أيضا إلى استمرار حبس صحفي الجزيرة مباشر وهم الزملاء هشام عبد العزيز في الحبس الاحتياطي منذ 2019 وبهاء الدين إبراهيم منذ 2020 لفترات أطول من الحد القانوني. كما أشار التقرير إلى دعوة لمنظمة مراسلون بلا حدود إلى إطلاق سراح الزميل ربيع الشيخ بعد اعتقاله في مطار القاهرة الدولي في أغسطس من العام 2021. وقد نددت شبكة الجزيرة الإعلامية في أكثر من بيان باستمرار اعتقال الزملاء داعية إلى الإفراج الفوري عنهم، واعتقل الزملاء الثلاثة أثناء ذهابهم إلى مصر لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عملهم. وللحديث ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ سليم عزوز، أحييك أستاذ سليم. كما ينضم إلينا أيضا عبر الإنترنت من القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية، أحييك أستاذ عماد. أبدأ معك، كيف تنظر لتقرير الخارجية الأمريكية في سياق مسألة استمرار الحبس الاحتياطي من دون محاكمة وفترات طويلة ولم تقدم الحكومة المصرية إفادات في هذا السياق، ثم بعد ذلك حتى تحدثوا عن حالات صحفي الجزيرة مباشر، كيف تنظر إلى هذا التقرير بشكل السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام تحياتي لكم. بطبيعة الحال هذا التقرير يعكس وجهة نظر الإدارة الأمريكية، وهو تقريبا تقرير يعني يكاد يكون متشابه في فقرات كثيرة منه لتقارير سابقة كثيرة صدرت عن الخارجية الأمريكية والمنظمات الحقوقية الدولية في أكثر من مناسبة منذ سنوات طويلة، حتى في أثناء فترة حكم عهد حسني مبارك اللي استمر 30 سنة. هذه النقطة، هو أن هذا التقرير بالمناسبة يعني أكثر من ما وصلني منه حوالي أكثر من حوالي 26 ألف كلمة، تقرير مطول جدا لا يتحدث فقط عن جزء الحريات لكنه يتحدث شاملا عن حتى حقوق العمل وحقوق العمالة الموسمية وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان بمعناها الشامل وليس فقط بالمعنى الضيق الذي يعتقده البعض المتمسك في الحريات السياسية. هذه نقطة. النقطة الثانية، بطبيعة الحال الحكومة المصرية يعني أنا على الموقف الشخصي أنا ضد حبس أي صحفي بسبب رأيه، ويعني على الاقل ان انا صحفي فبالتالي لا اقبل ان صحفي يسجن بسبب رايه. نمره اثنين، انا عضو في مجلس امناء الحوار الوطني، في كل جلسات الحوار الوطني ناشدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي الافراج عن محبوسي الراي، واستجاب في يعني في مرات كثيره جدا، وتم الافراج عن اكثر من 1300 شخص منذ 26 ابريل الماضي حتى الاسبوع الماضي، وارى ان هذا امر تطور ايجابي. الجدل حول الاعداد هل هي او حتى الحالات نفسها، هل هذه حالات بعضها محبوسي راي ام محبوسين جنائيين في قضيه في قضايا جنائيه او قضايا محدده قانونيه، هذا امر يطول شرحه. احنا يعني يا استاذ عمر مش عايزين نروح بعيد، ما احنا ممكن يعني ما تخلينا ناخذ مثلا مثال الصحفيين الثلاثه، هشام 4 سنوات، بهاء 3 سنين، النهارده ربيع اكثر من سنتين، ولا محبوسي في قضايا جنائيه ولا حتى قضايا راي، لان هم ما كانش ليهم راي او ما لهمش حتى صفحات نشروا عليها اخبار الى اخره. يعني الحقيقه هم محبوسين ليه؟ انا بسالك فعلا دلوقتي كزميل لحضرتك، هم محبوسين ليه؟ بطبيعه الحال استاذ احمد انا لا استطيع ولا املك اجابه حقيقيه لهذا السؤال، لانني لا املك تفاصيل هذه القضايا، بمعنى ان الدوله المصريه او اجهزه الامن المصريه تقول دائما ان كل ما لديها هي قضايا جنائيه محدده في قضايا محدده، وبالتالي هي ليست قضايا سياسيه، بمعنى ان هناك تعبيرات مثلا مثل اعاده التدوير، هذا مصطلح اعلامي او مصطلح سياسي وليس مصطلح قانوني. يعني هقول لك مثال على هم من ضمن الاتهامات، نشر اخبار كاذبه. التلاتة ما بينشروش أخبار، ما عندهمش سلطة نشر أخبار، ده في ناس منهم ما عندهمش صفحات على الفيسبوك وعلى تويتر، وناس منهم عندهم صفحات وعمرهم ما كتبوا عن مصر. ما هو برضو للحياة ده مش مفهوم يا أستاذ عماد. يا أستاذ أحمد، أنا والله لا أريد أن أدخل في جدل بشخص مرة أخرى، لا أقبل ولا أؤيد إطلاقا وأتعاطف مع أي محبوس رأي بسبب رأيه، ماشي؟ هذه نقطة يعني فاصلة، لكن لا أريد الدخول في جدل حول اسم أو اسمين محددين بسبب هل هناك قضايا
نشر اخبار كاذبه. نعم هناك بعض، على سبيل المثال ساقول لك امرا حتى اجيب اجابه صادقه. تفضل. قبل ايام كثير حوالي شهر نشر بعض الناس انه قرر تصفيه مصنعه والهجره الى احدى الدول العربيه لان ظروف العمل في مصر سيئه وكان يعني كلاما صادما جدا. ثم تبين ان هذا الامر غير موجود بالمره وان القضيه يعني الحاله نفسها ليست صحيحه، وان السيده التي نشرت هذا البوست نشرته لشخص لا تعلم حقيقته، ثم اتضح ان الحساب مزيف الذي نشر ان هناك مصنعا تم اغلاقه يا وتصفيه اعماله في استاذ مصر. عماد، احنا انا الرجل اسف الذي انا بكلمك، ينشر ليه استاذ بكلمك عن احمد، الحالات دي؟ لان هي حالات محدده جدا جدا جدا، الحالات ما واضحه يا جدا، استاذ في احمد حالات غيرها كتير، احمد سريع انت صحفي اخر سالتني موجود محدش يعرف مكانه فين ولا زياره منذ 3 سنوات واخرين، احنا ما يا بنتكلمش عن اخي دول بس الكريم. علشان تبع الجزيره، لكن احنا عارفين لا حالاتهم، عارفين هم بيعملوا ايه. انت عارف ان هم ما تقدموش لمحاكمه اساسا يا استاذ عماد؟ يعني هشام 4 سنين ما تقدمش يا اخي لمحاكمه، الكريم، هل ده هناك تفسير؟ انت سالتني قلت لي هل هناك تهمه اسمها نشر اخبار كاذبه؟ اقول لك نعم، هناك اناس كثيرون ينشرون اخبار طيب كاذبه تدمر الاقتصاد الوطني بالكامل وليس لها صله. هل هناك اناس مظلومين بسبب نشر اراء؟ ربما، لا استطيع ان اجزم في حال هذا ما اريد قوله، حتى لا اكون سببا في الاساءه الى شخص او انني اريد ان اتهمه او يعني لا اقبل بهذا بالمره بطبيعه تمام يا استاذ الحال. عماد، مفهوم. استاذ سليم، الخارجية الأمريكية بتقول ما زالت هناك إشكاليات كبيرة في مصر، إعادة تدوير، صحفيين بيحبسوا لفترات طويلة، حبس الاحتياطي حتى لمدد مطولة ولا نهاية لها، وبالتالي بتقول إن الأمور على ما يبدو في مصر لم تتغير كثيرا عن ذي قبل. احنا كنا زمان ضد الحبس في قضايا النشر، فأصبح الحبس في قضايا لا نشر، يعني حد ما نشرش أي حاجة فيتم القبض عليه في قضية نشر ويتم توجيه اتهامات مطاطية له، نمرة واحد نشر أخبار كاذبة دون أن يقال ما هي هذه الأخبار وأين نشر هذه الأخبار. احنا عندنا 3 على سبيل المثال، محدش يقدر يقول إنهم نشروا أخبار كاذبة أو حتى أخبار صحيحة. يعني أنت بتحبس ناس دلوقتي في قضايا المفروض أنها قضايا نشر وما فيش نشر، يعني دي حاجة. الحاجة التانية إنه كنا نتكلم على إنه الحبس الاحتياطي بوضعه الحالي أصبح شيء غير مقبول، فيتحول الحبس الاحتياطي إلى لا ده مش سنتين وبس، ده أنت بتدور الناس من داخل السجن فيقضي سنتين ويقضي 4. كان زمان ده يحصل في قانون الطوارئ، وفي ناس اتحبست 15 سنة وقانون الطوارئ بيقول شهر وشهرين وحاجات بالشكل ده، لأنه كان يجري التدوير داخل وهم داخل معتقل. الآن جرى في مسألة الحبس الاحتياطي. نمرة 3، إنك أنت بتقول على ناس إنهم متهمين دون أن تقدمهم إلى محاكمة، والحقيقة أنا مش يعني مش بفتح صدري بقول قدمهم للمحاكمة، لأنه ممكن يتقدموا برضه للمحاكمة ويطلع حكم بإنه بأي حاجة، يعني ما القصة ما هي في النهاية لا تمثل المحاكمة، ليست فيها الضمانات اللي هي مطلوبة. التدوير حاصل يعني اعلاميا او غير اعلاميا حاصل، انما طبعا هو مش اجراء قانوني، لان ما يحدث الان كل ما يحدث دلوقتي خارج اطار القانون. احنا كنا نتكلم يعني كانت في ازمه حصلت داخل نقابه الصحفيين في لما كان بيتم وضع الدستور 2012 على اساس انه لابد النص على الدستور على انه ما يبقاش في حبس في قضايا النشر، وتم النص ده في دستور 2014، ومع وجود هذا النص في دستور 2014 لكن في ناس بتقبض عليهم، وبعدين تبقى القصه طبعا في ماده في القانون تقريبا من سنه 23 او شيء من هذا القبيل في قانون العقوبات بتقول نشر اخبار كاذبه، انما الحقيقه لم يجري احياء هذا النص الميت في قانون العقوبات الا في ال10 سنين الاخيره. وبعدين يا ريت حتى يتم القبض على ناس بالفعل بانها نشرت اخبار كاذبه، انما لا، انت بتاخد ناس ما نشرتش اي حاجه، وبعدين الخبر الكاذب يتم الرد عليه بخبر غير بالخبر الصحيح، يعني اتقال ابعت خبرك الصحيح ولو الناس ما نشرتوش ردا على نفسها يبقى هنا ليك الحلاوه. انما الحقيقه اللي بيحصل احنا قدام 3 وقائع على سبيل الحصر اللي هم وقائع الزملاء الثلاثه، ما يقدرش حد يقدر يقول دول اساس اتحبسوا ليه؟ دي مش قضيه نشر ومش قضيه جنائيه وما حصلش انهم ارتكبوا اي جريمه، وما تقدرش تقول اصل هم بيشتغلوا في الجزيره، انت طلع بيان من عندك وقول فيه ان العمل في اعمل نص قانوني العمل في قناه الجزيره عملا مجرما، وبعد كده اللي اشتغل في قناه الجزيره مع وجود هذا النص يستحق اللي جرى له، انما انت سايب المسائل مفتوحه بلا قواعد
وواحد ينزل تاخده، وواحد ينزل تسيبه، وواحد ينزل ما تاخدوش، وبعدين لما ينزل مره ثانيه تاخده. يعني انت عايز تجرب العمل في قناه الجزيره؟ انا عايز تبقى الامور واضحه، يعني عايز تبقى الامور واضحه والامور محدده. وانا مع فكره انك انت اعمل قانون الغابه واللي خلفه يبقى غلطان، انما حاله اللا قانون اللي موجوده الحقيقه دي يعني شيء مزعج وشيء مقلق. والقصه مش طلعنا كم واحد معتقل، القصه انه في معتقلين اساسا بلا داعي لمساله اعتقالهم. يعني شويه حتى استاذ سليم، استاذ عماد، ده مش ماشي شويه استاذ عماد مع ما يروج من حاله انفتاح وحوار وطني، وانت احد اهم المشاركين اعتقد في مثل هذه الاجتماعات ومساله الحوار الوطني الى اخره، لكن المخرجات في النهايه يعني عايز اقول لك ضعيفه للغايه مع ما يروج في هذا السياق، لماذا؟ استاذ احمد، اختلف معك قليلا في هذا الامر. نعم هناك يعني اعذر الذين يتحدثون بهذا المنطق، الحوار الوطني بالفعل تاخر ربما في ظهور مخرجات، لكن على الاقل مره اخرى خلال الفتره من يعني ابريل، رئيس الجمهوريه اطلق الدعوه للحوار الوطني 26 ابريل، اول اجتماع لمجلس الامناء من قوى كثيره ومن افراد كثيره ينتمون لتيارات فكريه وسياسيه مختلفه، كان في اول سبعه، اخر اجتماع كان يوم الاحد اللي فات. احد اهم الانجازات اللي حصلت ان في 1200 واحد طلعوا، وده على فكره مهم ننظر له نظره يعني نظره موضوعيه. من اجمالي هل هناك كم يا استاذ نعم عماد؟ هناك عندك مشكله؟ فكره من اجمالي نعم كم؟ لا اعلم، سالت اكثر من مصدر، هل ما هو العدد الاجمالي للمساجين في مصر، عدد المساجين في مصر، هناك رقم يدور كثيرا وهو 120 الف، فقلت لاحد الاشخاص ما هو الرقم ارجوك، قال لي لا احد يملك في الداخليه حصرا، لان هناك عدد يومي استاذ احمد كل يوم. طيب يا استاذ انت رجل يعني مسؤول حتى في مصر وعضو برلمان الى اخره، وانت لا تعلم ووزاره الداخليه لا تعلم، من يعلم؟ ما المؤسسات الحقوقيه الخارجيه بتتكلم على متوسط 60 ألف، اكثر من ذلك اقل من ذلك، من الذي يستطيع ان يحدد اعداد المعتقلين او المسجونين في قضايا راي او متعلقه بالسياسه ونشر اخبار كاذبه في مصر الان؟ يا استاذ احمد انت لم تعطيني ان اكمل اجابتي، وبالتالي ارجوك يعني على الاقل حتى اوضح اجابتي. السؤال انا في رايي انه خطا، لانه مش معقول انه من 5 6 سنين او 7 سنين المنظمات الدوليه تقول مره انه العدد المسجونين 60 ألف او 120 ألف ويظل ثابت. وجهه النظر تقول ان عدد المسجونين متغير طول الوقت، كل يوم يخرج ناس عفو او غير عفو او انتهاء مده، كل يوم يدخل مدانين سواء جنائيين سياسيين اي نوع، فبالتالي العدد متحرك. هذا ما قصدت ان اقولها لك، العدد الفعلي ربما مملوك لمصلحه السجون او اجهزه النيابه المختلفه التي تقوم بالتحقيق، فبالتالي هل العدد كبير او صغير؟ لا يعني هذا رقم لا يهم كثيرا، المهم هل دخلوا السجن وادينوا في قضايا قانونيه وعرضوا في باجراءات سليمه ولا لا؟ اظن ان هذا ما يشغلنا، لانه ما قيمه ان يكون لدي 5000 سجين وسجنوا بطريقه خاطئه ويكون عندي 120 الف ودخلوا بطريقه صحيحه. هكذا يتم النظر الامر، هذا رقم واحد. رقم اثنين، حينما يتم الافراج عن 1200 واحد هذا تطور جيد. مجلس امناء الحوار الوطني الذي سالتني عليه، احد القضايا الرئيسيه المطروح عليه ضروره تعديل الحبس الاحتياطي ليكون اكثر وضوحا واكثر انصافا للناس، والا يتم التوسع في الحبس الاحتياطي، ضروره النظر في قواعد الحبس الاحتياطي، وبالمناسبه الحبس الاحتياطي في قضايا النشر ممنوع منذ سنوات طيب طويله. انا برضه يا استاذ عماد هضرب لك مثال، ما بقتش المشكله دلوقتي حتى في الحبس الاحتياطي هو سقفه ايه، لكن فكره اعاده التدوير اللي حضرتك بتقول ده استخدام سياسي واستخدمته الخارجيه الامريكيه في تقريرها، واحنا عندنا مثال هشام بعد حوالي سنتين النيابه افرجت عنه فعليا وقالت خلاص امشي، الراجل ما خرجش من السجن وإذ به يوضع في قضية أخرى ويدور في قضية أخرى ويبدأ مرحلة جديدة من الحبس. هذا مثال، أنا بضرب لك مثال احنا عارفينه، أكيد في أمثلة كثيرة في هذا السياق، متى سينتهي هذا الأمر؟ مرة ثانية نعم أخي الكريم، مرة ثانية هذه قضية محددة لا أعلم تفاصيلها حتى أرد عليك رد محدد، ولكن سألت كثيرين في أكثر من مناسبة على فكرة التدوير، الإجابة من الأجهزة الأمنية المصرية تقول لا يوجد عندي حاجة اسمها تدوير، عندي قضية محددة تم إعادة محاكمته فيها، وبالتالي يبقى السؤال هل القضية دي صحيحة ولا مش صحيحة، هذا أمر آخر،
بعيدا عن الحاله المحدده التي حضرتك تصر على طرحها، وهذا من وجهه نظرك انت تدافع عن زملائك، وافهم ذلك، لكن ولكن انا لا انا لم ما لا ما لم زي ما اطلب بيقولوا استاذ سليم، هذا دول الزمن. زملائك يا استاذ عماد ايضا، واحنا يعني دول اخي زملائك اكيد، اخي واكيد استاذ مطلوب بيك احمد، الدفاع عنهم. انا ادافع عن اي زميل في كويس اي جميل. مكان، زميل صحفي يدخل السجن او يقبض عليه في قضيه راي، اتضامن معه بغض النظر عن اسمه وجنسه وانتمائه السياسي، ما تفرقش معايا. لكن افرق ايضا بين زميل صحفي يدخل السجن في قضيه راي ودافع عنه حتى النهايه، وزميل صحفي يدخل السجن في قضيه سياسيه. يعني الصحفي لو ان هناك صحفيا القى قنبله على مكان او شارك او يا حرض أستاذ على مكان، عماد، لا يا أستاذ استطيع ان عماد ادافع عنه. أرجوك، أنت كده بتاخدنا في حتة تانية. هو هشام ألقى قنبلة لا ولا يا أستاذ عماد، هو إحنا اخي بنتكلم اقول على لك ناس شاركوا مثلا، في إرهاب وألقوا قنابل؟ بالتأكيد إحنا ما بنتكلمش في دوت، مفيش حد هيدافع عن حد رمى قنبلة على حد يا أستاذ عماد، عشان بس نبقى واضحين. أنا يا بكلمك عن استاذ حالات احمد محددة، انا راجل احاول ان اكون أنت بتقول واضحا ده في والله. قضايا رأي، أنا بقول لك ده قضايا اللا رأي، هم ما قالوش رأيهم أساسا في حاجة علشان يتحبسوا. طيب يا استاذ احمد، مره اخرى ارجو حتى يكون كلامي واضحا ومفهوما، لا اقبل باي شكل من الاشكال ان يتم حبس اي صحفي او تحبس حريته بسبب رايه قولا واحدا. انت تتحدث عن قضيه محدده لا اعرف تفاصيلها، لكن اقول لك ان هناك قضايا اخرى. ان الصحفي دايما بنقول هل الصحفي على راس ريشه؟ نعم الصحفي على راس ريشه حينما يكون الامر متعلق بقضايا الراي، حينما يعبر عن رايه مثله مثل عضو البرلمان تحت القبه، لكن خارج هذه القضايا هو طيب مواطن عادي تنطبق عليه يدان في قضايا اخرى. هذا ما اردت، وارجو ان تكون كلامي واضحا تمام يا ومفهوما. استاذ عماد، تمام. انا بقول لك احنا برضو ما بنتكلمش في النقاط التانية اللي هي هو عمل ايه ولا القى قنبله، اكيد دي مش قضيتنا. يعني استاذ سليم رايك؟ احنا عندنا زميل الاستاذ احمد سبيع، احمد سبيع تم القبض عليه واتحبس حبسا احتياطيا وتدور وكل حاجه، وبعدين المحكمه برئته من كل التهم المنسوبه اليه. بعد شويه راح شارك في جنازه الدكتور محمد عمارة، اتقبض عليه ووجهت اليه نفس الاتهامات، ومراته كاتبه لسه لغايه النهارده تقول 3 سنين وما شفتوش. يعني انت في نهايه الامر لا تطبق حتى القانون في مساله الزيارات، في مساله الرؤيه، في مساله كل ده، وبتاخد واحد في اتهامات اساسا القضاء ذاته برأه من هذه بعد ما قضى مده كافيه واكثر من اللازم في الحبس الاحتياطي. فإحنا قدام حالات محددة الحقيقة، وهي حالات الزملاء الصحفيين بشكل عام بعيدا عن الثلاثة. أنا ما أعتقدش أنه حد من الصحفيين أساسا اللي مقبوض عليهم سواء أعضاء النقابة أو غير أعضاء النقابة أساسا ارتكب من الجرائم ما يستحق القبض عليه أو إدانته، ما يستحق الحبس ولو ساعة ولو يوم. ومسألة القضاء المصري في مبادئ المستقرة هو صاحب قصة الحبس في قضايا الرأي بشكل عام، ودي قالها بالمناسبة القضاء المصري في قضايا كان متهم فيها ناس، التنظيم الناصري المسلح، التنظيم الشيوعي المسلح، التنظيم كل وصفها القضاء بأنها قضايا رأي، وكان كلامه في براءة المتهمين بأنه حتى لو كان في ناس بتؤمن بأفكار العنف ما لم تمارس العنف كفعل مادي فهي في النهاية ما حدش يقدر يجرم هذه الآراء. احنا عندنا ناس لا بيؤمنوا بالعنف ولا بيمارسوا العنف ولا بيدعوا للعنف، ولا عندهم صفحات بيكتبوا فيها لا اخبار صحيحه ولا غير صحيحه، انما ما تيجيش تاخدنا النهارده في اتهام بنشر اخبار كاذبه وانا ما نشرتش اخبار كاذبه، وتاني يوم يبقى التعاون مع جماعه ارهابيه في سبيل تحقيق اهدافها. هذا الاتهام وجه الى ناس من القوى المدنيه، وجه لزياد العليمي، وجه ليحيى حسين عبد الهادي، وجه للناس اللي هي خرجت في وقت ما كان في ناس مع الاخوان ومع حكم الاخوان، الناس دي خرجت ضد الاخوان، ووجه اليهم الاتهام بالتعاون مع جماعه ارهابيه في سبيل تحقيق اهدافها. يعني هي القصه في نهايه الامر ما هياش قصه قانون، واحنا مع انه يبقى في قانون واضح المعالم محدد القسمات وتبقى الامور ماشيه. اللي عايز يجرم يعني حتى لو رايت عملا لا يستحق التجريم جرمه، عايز تجرمه جرمه بالقانون عشان خاطر يبقى الناس تعرف راسها من رجليها. أستاذ سليم عزوز الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك، كما أشكر ضيفي من القاهرة أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية والكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك أستاذ عماد. مشاهدينا الكرام، في نهاية المسائية أشكركم أيضا على طيب المتابعة، نلتقيكم غدا بمشيئة الله في مسائية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.